فيك كذيب ما مش نخوة ما مش رحمة على هذا البلد. كفيلك ابو الحسين البلد قضى ما بي ولا قطعة بقد قضى البلد. يا اهل يجي بوك حكومة بوك المجلس النواب بوك والكم فهمون حكومة نشالة مال طيور والقرقعة. خلصنا من داعش وطلعناهم بطلع الروح بطلع الروح. خسرنا شباب يا ابو شباب بعمر الورد خسرناهم يلا طلعنا داعش. يجينا هذا ابن المذرب المسعودي يريد يسوي له دولة. خاب هي مال كاكاو ابن الرقعة ولك التقنعة بكراس او بكراس ما مسوي. تريد تسوي لك دولة وحدك؟ وينك واحد يريد يصير رئيس دولة يلبس صروال؟ وين التعم باب الحارة؟ ابو شهاب انت معتز فهمني بقعد استكن ابن الرقعة عليك ساسة اوكي اقعد حاب عليك سندباد اقعد. شنو السالفة عم مضروب براسك؟ خالك اثول عمتك سمينة بيك صرع من الولادة استكن عم استكن. يومية جاب لنا السهبة هي ما كاكاو علم وحدك وقلنا ما يخالف السالفة كيكو بس خليه يستكن ويهدأ هالدوك ابن الدوك. طلعت لنا سالفة ثانية وقلت ما يحد يدخل للشمال اذا مو كفالة وقلنا عم كاكاو بس خليه يخلص بس خليه يسكت. على يا اساس تريد تسوي دولة وتصرح وتقول اذا ما يطول اخذها بالقوة. خاب المدخن ابن الرقعة خايب هو تلاعب حرب باتاري. كفيلك الحسين لا دز لك حشد ولا دز لك جيش ولا دز لك الفرقة الذهبية ولا الفرقة الفضية. كفيلك العباس بيده مال بليوان واكد لك وين على ابن جابك. ابن الرقعة اقعد جابك على الحرب هو تتكن ما لاعب. وينك وين هاي السوالف؟ خبصتنا اريد اسوي الشمال دولة واسوي الشمال دولة. ايش ذبحتني بالشمال؟ ابو الحملان ابو الشعج. خاب التصديق كذب عم مضروب براسك. هو ايش بيه الشمال؟ تانك مزروف ومخلينا على الجبل ومسوينا شلال. ايش ذبحتنا بالشمال؟ عم تقعد؟ خوب كل هاي بصفحة ولما يقول اذا ما يعطون الشمال دولة اسوي حرب بصفحة ثانية. خاب ابو الحملان هو انت شاجور بمدل ما رامي. امنيه حياتك تسوي نجمتين بدرايفر على مو تقتل لك شرطي. صدق كذب عمد اقعد؟ المزربن. طب شفي لك الحسين. شفي لك العباس وحق هذا شهر محرم. الشمال الرجح بعربانه ومطتك باب احمر دفع رباعي شرط. الرجع الشمال وبس تفتح حقك جحشك. انت وهذا وجهك منا شامه ومنا ماكو شيء. تقول يا كبو البياض صايمه دومنا وجه ابن الرقعه هي مال كاكاو.